ضروري ننبه إنه كل شخص اليوم بيصوت ورقة بيضاء عم يعطي هدية لهيدي المنظومة، وبالتالي على الأشخاص اللي بدون يصوتوا ينقوا اللايحة يلي بتقنعهم أكتر شيء بالحد الأدنى. أوكي، هيدا ما بيعني إنه نحنا عم نقول للناس ممنوع تصوتوا ورقة بيضاء، ولكن عم نحسس الناس. لا مش ضروري تكون دبلوماسية، أنا بقولها يعني الأشخاص اللي بيصوتوا ورقة بيضاء عم بيكبوا صوتهم بزبالة صراحة. لا، عم بيعطوا صوت للسلطة، عم بيعطوا صوت للسلطة، مش بس عم بيعطوا صوت للسلطة. بس خلينا نشيل لك شوي يعني، ومش لازم. هل أنت دبلوماسية؟ لا، بس في كتير ناس كمان بدهم يصوتوا ورقة بيضاء. نحترم خيارات الناس، بس إنه على رأس مالي. بس أنا تقنيا الشخص اليوم اللي عم بيحط ورقة بيضاء هو شخص مش بس عم بيحط ورقة بيضاء، هو شخص عم ينفع المنظومة. فهذا الشيء لازم يكون واضح للناس. أنا بتفهموا الأشخاص اللي بركي يعني ما بدون يصوتوا لحدا، بدون يعملوا بيك فاكيو للمنظومة أو للإنتاير ديمقراطيك بروسس، لأنهم بيكونوا بركي مفكرين إنه ما حيدي على شيء كمان. بس هيدا كمان كذبة عم تترسخ كمان بعقول الناس إنه الفوتينج بروسس أو كل الانتخابات ما حتقدي على شيء. يعني في سؤال عن جد إنه شو بعد بدها تعمل فينا هيدا المنظومة تنقرر نصوت ضده؟ يعني إنه أقل شيء، في شيء كتير بسيط فينا نعمله، يعني إنه من بعد كل هيدي الأزمة الاقتصادية اللي مرقنا فيها، من بعد انفجار المرفأ، من بعد إلى آخره، مطلوب منا بس إنه نصوت، إنه نمارس هالحق البسيط يلي بيخدنا بركة ساعتين من نهار الأحد تبعنا. بعتقد عن جد نحن بمرحلة مفصلية كتير، وبتطلب إنه الناس بالحد الأدنى تعمل هيدا الشيء ساعتين نهار الأحد، نروح نصوت مقابل كل شيء عملته فينا هيدي المنظومة. ما بعتقد هيدا الشيء كتير ماشي كرمال ال بعرف كرمال البلد يعني. وكمان يعني حتى إذا ما حيصوت